عندي مساءلة عندي مساءلة مع سجيني، ممكن تخلوني أكمل مساءلتي معه؟ مساءلة مع سجيني، ممكن تخلوني أكمل مساءلتي معه؟ جو جو لو سمحت، عندي سجين وقاعد أمارس عليه محكومية. متكترس جود. سعال الديكي هي أصوات غير مرغوبة في المجتمع تخرج من أفواه الديكة. ممتاز. طيب شوف، أنا بطلع لك أسئلة، إن جاوبتها بمعنى الصحيح طلعتك من السجن، ما جاوبتها خليتك لين يفرج عنك الرئيس القادم. Good luck man. Good luck. ممتاز. Go. أنت أنقذ نفسك. You believe me? Of course. ممتاز. طيب عرف لي الاثنى عشر. الاثنى عشر هي التي تكمن في بطن الانسان في اسفل بطن. سمعت عندي هنا زعت، خلا بس خلصوا عشان اسمع. طيب الاثنى عشر. الاثنى عشر هي الامعاء التي تقطن تحت الامعاء الدقيقة، ويوجد بها رائحة جميلة وتحمل الاكل وتمتص فيها الاغذيه. بسم الله عليك. ممتاز. طيب اين تقع وين مقرن؟ جزر لانجر هانز. اين تقع جزر لانجر هانز؟ لانجر هانز تقع جزر لانجر هانز في البنكرياس، وتعمل على موازنه السكريات في جسم الانسان. ممتاز. وفي الدماغيات بلود. الاسئله المباشره انت اجتزتها. طيب أنا الآن نأخذ التصرف الصحيح في المواقف. إيه لا تستمتعون، بس أنتم أعطوني مساحة عشان تعمل على توازن السكريات والجسم. إيه لا جميل جميل. حسين، طيب إذا كنت في شاطئ أو محيط وواجهت حوت معي. نعم. واجهت سمكة الحوت. نعم. حوت بدون سمكة. حوتة. لا قرش غير. حوت. وأنت على قارب وحيد، وكنت في محيط وأتى إليك الحوت، بماذا ستفعل؟ أدخل من مقدمة رأسه إلى مؤخرة ذيله. ما عنده ذيل؟ ما عنده ذيل. إلا الحوت ما عنده ذيل. أو أسحبه وأودي على طريق المياه وأسكن فيه ما تبقى من عمري. جميل. خطأ. سوف تمكث في السجن أيام ودخول. أبشركم رأي جديد، أعطوني هذا يا ولد. قال هذا هدية. والله والله لك جبتها خطأ. لا ما جاي جبتها. خلنا نكمل. طيب إذا دخلت بقالة على طريق على طريق بيشة ووجدت خلنا كم سؤال ووجدت حياك الله رحب عز الله مقامك. والله أجر عادي. الله يسلمك يا الربع. مجارين يعني فداكم مسوخون بسيط. اسمع، ووجدت ودخلت بقالة كبيرة عبارة عن سوبر ماركت في محطة، ووجدت عند ثلاجة العصير الأسود اللي أنتم خابرين تمساح. في تلميحة؟ اي نعم، التمساح بدون ذيل. تلميحة ثانية؟ تلميحة ثانية. فاقد أحد أعضائه. تلميحة ثانية. أبو محمد. ثلاجة بدون سلك. لابس شعار أبيض. قوية ولا؟ ثلاجة بدون سلك. حجرية أو ليلة؟ ذات المخالب. خلاص ما عاد أقدر أكثر من كذا. شو التصرف؟ أشوف إني أستدرج المحاسب، أستدرجه إلى عند الثلاجات، ثم أخليه يلتهمه وأمارس الريالتي في البقالة بكل راحة وأريحية. ممتاز. جميل جدا. طيب إذا وجدت إذا كان هناك حرامية جوك بالسلاح الناري وقالوا لك أنت وقعد وهددوك بالسلاح، خلاص جلس يا أبو سعد، وقالوا لك اسمع يا أبو حور،
وحطوا لك 12 بيضه متوازيه الاضلاع، وقالوا لازم تمشي على البيض هذا الين تجتاز المكان البيض كله من دون ما تكسر ولا بيضه ولا بنقتلك. كيف تتصرف؟ بمشي عليها لان وزني 54 رطل، وانا يعني قد اجتاز المحاوله، ولكن يمكن الحين في مسابقه الحصن، عرفت هذاك الاصلع هو الجوهره الجوهره. الله يستر امرك. انا ثاني. الله يستر امرك. طيب اذا دخلت محل ساعات ولقيت فيه نقود مصوره نقود مزوره وكانت الساعه ب 13000 الماس، كم تشتريها؟ اعطيهم دفتر ب 40 وامشي. ممتاز مزوره. اسمع حرامي. انت تعرف ان في واحد في القريه هنا اسمه يذكرني بالحنين؟ مثل غمدان. والله كل ما قلت اسمك قال غمدان. قلت عندك طيب. نفر. خلينا ناخذ معك مرحله اخرى تماما. اسالني في الريالتي. نعم. اذا كنت في فقره زد خيرك مع ناصر الغامدي، أمارس البكاء وأمارس الشجون. بمعنى الشجون بمعنى أنه كيف ولماذا ولماذا. ممتاز. سؤال عند أبو سعد. أنا بنعطيك 5 أشخاص قلد. يلا قلدتهم. أنا من ضمنهم منيب. من ضمنهم منيب يا لو سمحت. من ضمنهم منيب. حاجة لحطها 10 عشان الشيخ إن طبقتهم أنا بوافق الرئيس يطلق زيال عليك. نعم، ويمكن بعد المطاليق اللي عندنا تشفع وجيههم وجيههم طوال. طيب نزل نظارات لو سمحت بس. ولا عليك أمر. بان وجه الصبح وانشب الظلام. سامي جعوني. قد 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 قد. لا أنا ما شفته. سيئاتي كلها استغفر الله العظيم كلها. ما شفته أنا بحور، ما شفته أبو يارا. يلا ايش تبغى؟ أبو يارا. تكلم قول يا أبو يارا. أنا أبو يارا. حياك الله يا أبو يارا. الله يحييك الله يسلمك. السؤال هذا ما في سؤال سهل نفسه؟ الله يسعدك. بيجيك؟ يجيك نفسه إن شاء الله. وهو ما هو تمس في البرايم. إي بيجيك. قال ودنا جاني. قال فيصل ودنا جاني السؤال ذا. قال إن شاء الله يجيك يجيك. هلا أنت ناصر الحربي. رقاه الشمال. ناصر الحربي. لقى نفسه على الاتصال. ناصر الحربي. الله يسلمك. الجمهور أثناء الكلام عن المتسابقين نرجو من ابن عمره التواجد وعدم الغياب عن البث. محسن بن تركي فيصل ابنته رفوج فيصل مارس الرياضي فيصل هويم في القرية. فيصل هويم. اوه ايش عندك هنا؟ ايش يا اخو ما عنده لا سلام ولا ايش ايش في ايش. يلا 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 يا ريت يا ريت يلا يا ريت. لا لا هو يسلم بس انه داخلي وانا ارد عليه. سلام داخلي. احمد باقي طيار. طيب احنا نحتاج غبل غبل. هذا مجنون يا ولد غبل. ممتاز ممتاز. لا طيب منيب 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 انت مبدع انت مبدع. كيف تتخلص من النمطية؟ تطلع من النمطية لتكسير التنميط والإبحار في بحر المعرفة، في بحر الأوهام. أنت رجل تتعاطى غاز المرح. أبو حور لن يحور. الدكتور فهد الفهيد. أبو حور لن يحور. الدكتور فهد الفهيد. أنا أول ما أسمع صوتك صوتك أعطيك على طول سبيكر. ليه؟ لأنك مبدع. في مادة حلوة عندك. في إبداع. شوف اليدين. إبداع. في إبداع. في رجل يعطي مادة. نفسه. صح صح صح. في صح. في كلام حلو. ارقبها ارقبها. في إبداع. في ارقبها. يعطي كلام حلو. بس انتبه انتبه لحظة لحظة أعلمك. لما تستجذب قلوب أصحابك وأنت في الجلسة. الله يعطي كلام جميل. لو بعدين بكم. لو كنت مذيع في احدى فقرات زد رصيدك الموسم الثامن، كيف ستتعامل مع المتسابقين في هذه القريه؟ والله لا اتعامل معهم تعامل يعني زي ما يتعاملون معنا هنا. كيف يتعاملون معنا؟ تقليد اخير فهد الفهيد. دكتور فهد الفهيد. يا شباب بالله ما انبسطتوا؟ طول صوتك. بالله ما انبسطتوا؟ انبسطنا والله. وشوف كيف اللمخه. فهمتوا شيء؟ والرجال جنبك كان مركب. وش الفرق بين النفقه والصدقه؟ الفرق بين النفقه والصدقه. لا لا اسمع خلينا ناخذ اللي يميز مكه وجود مكه. بكاء داخلي طبعا طبعا. طاقة ها؟ اعطينا بكاء داخلي. احنا نحتاج بكاء داخلي. اعطوا اعطوا مسح اعطوا.
خلاص هذا شيء جبار. لا شيء بكاء داخلي عندك زي اجمل جبار. اجمل بكاء داخلي مر علي لحد الان. طيب ممتاز جميل. خلنا طيب الان بقول لك اشياء لو كنت لو كنت انت هذه الاشياء ماذا ستفعل؟ ممتاز. وبوقت تعطيني ردة فعلك. طيب لو كنت حرف الالف ايش بتسوي؟ بأكون بين ارجل المتسابقين في السيطره. قل طيب بكون بين كل ما تحبك. جميل شيء حلو. طيب لو كنت لو كنت عقرب الثواني في ساعه الدكتور فهد الفهيد ايش بتسوي؟ بعبي بنزين احمر وبأفرها فر ما توقعون الا وانتم في الله الفجر. الله اكبر الله. ممتاز جميل. طيب لو كنت قلم ماركة في مخبة الأستاذ سامي الجعوني من وجهة التحية تجدني في عين واحد على خاطري. واحد توي اسمه محسن الله يسلم. ممتاز. طيب لو كنت ربيز تتمنى أن تكون في أذن من؟ أصيح في إذنه وأخرق إذنه. من هو؟ واحد خلع على طول. طيب لا لا بلا صحيح. لو كنت اربيز تتمنى تكون من في اذن؟ لو كنت اربيز اتمنى ان اكون في اذن ابو شوك لامارس الريالتي اللي يبغى. والله الذي لا اله الا هو انه خلي اذنه كذا. ممتاز. ايش كنت بتقول له لو كنت يعني في اذنه؟ الاربيز لو كنت بقول يا ابو شوك ابو شوك خف على الشباب. بيقول طبعا ترى يكلش كذا ترى الفي شغال. نعم انت انت لا تستطيع انت ما عندك نشاط. انت بقول لو انك مايك لو انك مايك على حاتم الشهري ابى ادخل في قلبه. ليه يا ولد؟ ما عنده قلب الا اللي عنده. عنده شو اسمه يا طيب الرجال. ها مو شغال على البطاريه مسك. طيب اسمع يشتغل اليوم كله على ساعة على حجار ساعة عرفت صغير يا. الله انك لو كنت لابتوب في يدين فايز مدخلي ايش بتسوي؟ اقطم اظافيره وايديه اصفق الصفقه كذا خله يوم ثاني. يا شباب يا شباب عاملتكم بطيب يا شباب خلني مفك منه. ممتاز. طيب لو كنت مفتاح في يد عبد الرحمن. نعم لو كنت مفتاح في يد عبد الرحمن الحارس. اوه والله من الخاشخ ابا اخليه يخلي المفتاح داخل الصندوق الابيض ذاك اللي في جوالات جوالاتنا بريحه عشان اخذه ومارس الحياه صح. الله يسلمك. ما ادري لو كنت عقال على ابن عمره. اوف ابا اختلس كذا 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 ما خنقه اخوي 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 خنق عقاله ورحل الى ربك. لو انك نظارات على محسن شهيد القريب. لو انك نظارات على لا لا السؤال من محسن. ها لو كنت كان في سؤال جميل كنت بقوله لك مسوني يا الشباب الله يصلحهم. الله يصلحك يا ولد. الله ييسر امرك. خلني لحمه حاشي. لو كنت شماله في كتومه كتومه ايش بتسوي؟ ابا اقطع الديد كامل وبعطيه فيصل بن شافي يمارس الريالتي معه. طيب عندك سؤال جميل. ما هو شعورك لو كنت ديد راقه؟ ابو محمد ابو محمد فيصل شافي حبك كان فيصل مغطيك لاعبين فيه. الله يا فيصل كان كذا. فيصل تدرون انه ماخذ الاول مدري الثاني في حلب الناقه. وش؟ ماخذ الاول او الثاني. وين اخذها وين؟ ما في احد عنده. وين في عند مرجان ولا وين؟ والله يقول ماخذ الاول او الثاني. ما ادري ما ادري. المهم السؤال الخطير. راسي مربع. ما هو ابني مدلدله كذا. اسمع ما هو شعورك لو كنت حلبه مصارعه؟ اوه وماني معه لحظه يعني مرصعه ومن معه. الله لا يوفقك ولا لقيت اللي مصارع اني يرصع علي يترصع المطعم. طيب جميل. ايش موقفك لو كنت انت هنا وقف الام تسمع الاسئله جاوب جاوب وبس وتهب شحن. طيب زين الشحن زين احمد ربك اشوف شحن. طيب لو كنت كشاف لن اضيء. ها لن اضيء. ليه؟ لأنني أعتصر الإذاعة على أكثر اللوكيشنات. إيه طير الفكرة. طيب ممتاز ممتاز عشان ما نتشعب لخص لي في أقل عدد من الكلمات ممكن شخصية بحور. خبل تسلق الجبال. خبل عاقل. يلا مفكر. يلا مهندس. يلا شاعر منشد طباخ
صلاخ راوي بس لكن ما له هدف ما له هدف متشتت ما عندي انا ماني من ذولاك اللي يا ولد ابغى اجمع فلوس وما عندي كذا عايش الريال انا واثق في الله سبحانه انه هو اللي بيجيبني انا ما ناظر في البشر انا ناظر في الله جميل هان. طيب الحقيقة كان الحديث معك كان السجن خايس أخرجني يا سجان السجون جعل ذل قصة النتف جعل لك بندق ما يحنك ويوقع في اللي جنبك شفها لو كنت رصاصة تتمنى أن تخترق تطلق في من وفي أي مكان في من في قلب أبو كاتب لا اله الا الله ذا الليل وانا عند امي ذا الليل اكيد اكيد الليل انا ادري ثلاجه انت اليوم بس الليله ذي ثلاجه والله انا هلج هنا هاك ثلاجه مسكي ما اقدر يمشي ترى سحبنا سحب من هنا خاص من 1000 ريال يا 1000 ريال 1000 ريال يا ظالم اشوفه بقلبه يا ظالم يا من تكريم طب ليه انا بكيتي ولا بدي انا غلبان ليك بكيتم ليه بكيتم تخصم علي 1000 زي اللهب ليه ترى لقيه في الاعداد ليه؟ سيب القعود انت فينك يا سيد انصرف انصرف انت ما شفت ابو كتب عامل فيه ايه؟ لو انه قال ميدها ما ليه بيقول ما رضيت؟ ودي انك قاله يصمخها باثنين ثانية لو انه قال ما عجبك؟ بس انه ذيب تدري اني جيتها قلت والله اني اعوضك قال كم؟ قلت ابشر 100 ريال 100 من عندي انا مش عاوز 100 ابد بنتقاط لك كلنا ونعطيها انا مش عاوز حاجة قلت ايش؟ رد اعتبار رد اعتبار الله اكبر يا ليه تبي تكون رصاصة أبو كاتب؟ أنا أتمنى إني أعيش حياة اللحمة. طيب. إيش اللحمة؟ اللحمة. اللي يطبخونها في الضغط. أبغى أشوف إيش يصير فيها. بتقول كذا بتقل. شعور جميل. كذا أبغى أشوف إيش. تقل. أنا أتمنى إني أكون ماخذ زاوية جوا قدرة الضغط آمنة بحيث إنه ما يذبحني البخار ذا المضغوط وأشوف اللحم إيش يصير فيها. حبت والله إني أبغى ضغط قزاز. حبت هي. ها؟ حبت هي. حبت. أنا ليمونة سودة. والله لا يجعلني هيلم في ذا الديلة. طيب ما بقي واحد هنا الا ما طحن اقل شيء 2 كيلو ما هو شعورك لو انك شطرطون اسود وماذا سوف تستخدم فيه؟ اتشرطن على فرتك علشان ما تنذرنا الحروف التي لا تبني للاسلام طيب ولا تبني للمعرفه بصله قلد انا رجالي يطلع لا قلد محسن طيب قلد محسن لا لا ما اقدر ما هو وبمعنى واذا طبعا لا تتكلم وهو بجنبك يدق عينك ايده بسم الله قلبك ابو محمد لا 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 تخبز بي في الباب لا تخبز بي يا من انت كريم يا رب لا 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 اثريتنا وجملتنا ودائما انت مجمل مدير مكتبي الخاص عبد الله بن جليغم مدير مكتبي الخاص عبد الله بن جليغم تعال هنا لو سمحت يا اسرع وقت اخبطه في الباب اشوف بيضرب وجهي هنا تفضل بالنزول يلا تفضل بالنزول ما ادري كيف انزل يا شيخ انا اعلمك كيف لا 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 انا الرئيس تعبان انا اعلمك كيف تنزل أنا أعلمك كيف تنزل. هذه تحية واحدة مشبه. اسمع أبو محمد ما هكذا تورد الإبل يا أبو حور. ما هكذا تسرق ولا غير. تعال خلنا نكتب تعال خلنا نكتب. ما أنت بطالع أنت وياه. ذكرياتنا. قاعد أكتب ذكريات. تعال خلنا نكتب ذكرياتنا الأبدية. قفلت الباب. حينما كنت. يلا هات تحقيق أنت وياه. حينما كنت أشرف و... نعم خلص من أبو حور جيتك أنا وشعورك يا ظالم يا وشعورك يا ليل 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 أنت يا ابن قليغم يا ابن قليغم أنت أسيلة انت آسي له الله لا يحييك الله يستر امرك الله لا يحييك الله لا يحييك ترن الكلام قول لي السلام قول لي انت عاوز مني انا يا عبد السلام هو محسن يعمل يعمل الله لا يحييك يا 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 الله لا يحييك يا ابن قل اسمك جميل وانت مش جميل اخرجني من هنا لا ترفد من عملي لا 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 انت بكسر يا قليغم محسن نعم وش شعورك يا من هزم الهلال
جتني بيوت الشعر وبلوم خايل كانها جماهير الزعيم الهلال جتني بيوت الشعر وبلوم خايل كانها جماهير الزعيم الهلال فرصتي الماسك الماسك ودي ازعلك يا ريس غن غن تبي غن غن خل عشان يخليك غن يا محسن غن غن عشان ينحاش منك غن اوه هل رفوع تشوفك تحزمت كل طلع عليك تطلع محسن لا يطلع محسن تطلع محسن 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 آخر قيد ضربتك محسن موسيقى تشبه محسن أوه والله أني انتهيت والله مسلم الراية شو يا عبدالله أنا أتخذ معي ترى لازم مسلم الراية والله انهض ناف داك الرحبة تاكل يلا يا ريس حمود ذليل قوم من عز يلا يا ريس شد شد الإله الله شد الإله الله شد الإله الله لا 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 بيصيح عليك مرجان الله لا يحيي دنق دنق شوي يلا امسك رده رده دقيقة امسك الرجال لا يروح قلت يا رب افتح يدك يلا ابو محمد سكينا لا الله يعني بروح ايدي سكينا نظارك نظارتك